كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. محلى قد محلى قد بونجور الناس الكل، ما دامنا في موسم عروسات افراح ومسرات، وما دامنا احنا البنات ياسر اكزيجونت في لبستنا مكياجنا وفي مشطات اشعارنا، وما انه الشعر هو زينه كل امراه، اليوم اخترت نحكي لكم على ليشينيون. ليشينيون اللي وائل ما يعرفهم شنو هما، اللي هما المشطات. المشطات المشطات ليشينيون تعرفهم انت؟ بايته هكا ليشينيون معروفه الحكايه، سورتو انت بشعرك هذايا. هاي ديما نعمل شينيون. صحيح. دونك الشينيون اللي يختاروا يعملوهم العرايس في ليله العمر، ولا حتى خوات العروسه ولا كوزين نتاعها واقاربها في وسط ليله عرسها باش يطلعوا مزيانات في السهريات. برشا منا يحبوا يختاروا الشينيون سبور ومودرن، يلموا بهم شعوراتهم في السهريه بما انه الدنيا صيف والشعر المحلول مع السخانه اجتاحوا العرق، ما يوصلناش حتى الشطر الشهريه. الشطر السهريه مخي في الشهريه. الله يظهر لي حتى انا الشطر الشهريه الشينيون هذا. شوف كان وصلنا. هو هو يتكلف ساعات الشطر الشهريه. مع المكياج مع القدة اللي زونغ وكل شيء، ولا واحنا نبيت نهونوا، احنا نهونوا ولا لتحسين المنظر. هم اللي هونوا المظهر، هم البنات اللي هونوا. الرجال اللي تسمع تو تعرف قبل العرس، تحكي قبل العرس. لا محسوب تو اكثريه النساء تجي راجلها اعطيني باش نمشي نعمل الشينيول هذا. الشينيول شكون اللي هون فيكم تو، الراجل ولا المراه؟ خلينا نرجعوا لموضوعنا، نرجعوا لموضوعنا. احنا تو باش نحكيو على الشينيول، باش نحكيو على البنات المزيانات، مانيش نحكيو على مصروف الراجل. البنات المزيانات ما يعملوا شينيول، يقعدوا ناتورال. دونك اليوم باش نحكي لكم على الشينيول. الوغ لي في اسمعوني وما تركزوش مع الاولاد، تقول لي شنو هي فورمه وجهك، نقول لك انا هي الشينيول اللي تواتيك. بالنسبه للفتيات اللي فورمه وجهها تلقاها الونجي، نقول لكم ابعدوا قد ما تنجموا على الشينيون العاليين، خاطرهم باش يزيدوا يطولوا في الوجه وفي فورمه الراس. اختاروا بلوتو الشينيون اللي تلقاو فيهم الفوليوم تاع الشعر بلا، كيما الشينيون فلو ولا الشينيون اللي تلقاها فيهم الشعر شطرو محلول وشطرو مسيب. بالنسبه للجميلات اللي تلقى الفورمه نتاع وجهها مدوره، واللي في الشينيون يتسمون اكثر المحظوظات، خاطر اغلب الشينيون واغلب انواع الشينيون يمشيوا مع فورمه الوجه المدوره. يقعد لنا جوست باش نختاروا الشينيون الانسب مع لبستنا وليزاكسيسوار نتاعنا. البنات اللي تلقى فورمة وجهها كاغي بالنسبة ليهم في وجوههم لا مشواغ هي أكثر جزء طاغي ومهيمن على الوجه، ليديا للبنات هذوما هي المشطة كاغي باش تفين التخي اللي عنا. دونك il vaut mieux opter pour des volumes plats باش نقربوا أكثر ما يمكن للإفي ناتشوغال. البنات اللي فورم نتاع وجوههم أوفال هما زادة المشطات الكل تخرج عليهم، خاطرهم ببساطة في التخي الفيزاج نتاعهم ما عندهمش بارتي طاغية على غيرها من لي زوتر بارتي. كل شيء قد بالنسبة فوالا إكزاكتومون. أما البنات اللي تكون الجبهة نتاعهم عريضة شوية وفورمة وجوههم تخي انغولير بوينت ان با، ماذا بينا كاين لي شينيون تكون الفوق شويه باش نخلقوا ليكيليبر ما بين الوجه والشعر. باغ كونتخ الناس والبنات اللي تكون الفورمه نتاع وجوههم تريونغولير بوينت ان او، تكون لو مونتون يعني الدقنونه المهيمنه على الوجه، ماذا بينا لو كان الفوليوم تاع شينيون ما يكونش عالي، بالعكس كان تكون شينيون لوطه تعطي كيف كيف توازن للوجه وتحلى علينا اكثر. ولا ان شاء الله ديما جميلات مزيانات انتم اللي تعملوا شينيون، ولا حتى تخليوا شعراتكم محلوله. محلى قد محلى قد كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.